إذا جاءني رجل مطلق لزوجته الطلقة الأولى والثانية ماشي، قلت له أنت طالق، فالأولى والثانية ماشي، يبقى الأولى تتحسب والثانية تتحسب. بيجي لي بقى واحد مطلق الطلقات الثلاثة في مواقف مختلفة بصراحة القول، يعني كلامه فيهوش فصال، أو ما أقول له روح للشيخ دكتور عبد الفتاح سلامة هو يفتك في الأمر ده. ليه؟ لأن المسألة فيها خراب بيوت يعني. فكان يروح للشيخ عبد الفتاح سلامة يستفتيه حالة خلصانة يعني ما فيهاش رجع. ففي خطبة جمعة قال بيبعتولي الحاجات الخلصانة عشان يقول الشيخ عبد الفتاح سلامة بيخرب البيت. أقوم أنا بعته للجنة الفتوى. في الحقيقة احنا قعدنا زمن الفتوى قاصرة على الاخوة، ما كانش حد يعرفنا الا مين؟ الاخوة. فاللي يقول انا قلت لزوجتي ان خرجت من البيت فانت طالق، علي الطلاق ما انت عاملة، ولا علي الطلاق ما انت داخلة ما انت خارجة، كانت الفتاوى قاصرة على مين؟ على الاخوة. الدنيا اتسعت علينا، خدت بالك؟ بعد كده لقيت اللي بيتصل بالتليفون يقول انا كنت مخمور وطلقت مراتي، انا كنت مبرشم وطلقت مراتي، انا كنت واخد ترامادول وطلقت مراتي. الاشكال دي جات لنا منين؟ هي الدنيا لما توسع علينا يجينا المخمور والمبرشم فتاوى الطلاق بقى دلوقتي وسعت، وبقى بيسأل فيها دلوقتي ايه من كانوا على شاكلة الاخوة ومن ليسوا على شاكلة الاخوة. واحيانا واحد يجي بمراته وتقول ده كان شارب وطلقني، وده كان مبرشم وطلقني. فعادت الحكايه لما اتسعت ده يعني الواحد قاعد بيشوف نماذج في الفتاوى ما كانش يتوقع انه يشوفها يعني.